مرحبا بكم طلابي الأبطال، كيف حالكم؟ اليوم الأربعاء 30/9، المستوى الثالث، المادة رياضيات، الموضوع ترتيب الأعداد، آحاد، عشرات، مئات، ثم ترتيبها تنازليا وتصاعديا. تذكر لنقارن بين عددين نستخدم الإشارات، هنا إشارة أصغر تعني إشارة أصغر، وهنا تعني إشارة أكبر. انظر كيف يرسم وكيف يتجه، انظر إلى هنا يساوي، ماذا يساوي؟ إذا كان عددين متطابقين متساويين يكتب يساوي بدل إشارة أكبر وأصغر. هنا يأتينا عددين من أربعة منازل، عددين من أربعة منازل، 3245، 1253. انظر أولا ماذا نقارن؟ نقارن العددين أربعة بأربعة، ثم نأتي إلى المنزلة الآلاف. انظر هنا العدد الأول 3000، العدد الثاني 1000، بخانة المنازل. إذن هنا يوجد لدينا في هذه الرسمة 3 مكعبات، كل مكعب يحتوي إلى 1000 وحدة، والثاني هنا 1000. فإذن نقول 3000 هي أكبر من 1000، أي 3245 هي أكبر من 1253. نضع عليهما إشارة أكبر على الرقم الأول 3245. أحسنتم، ممتاز. إذن نقول 3245 هي أكبر. تعلمنا المقارنة بين عددين. أولا نعد أرقام كل عدد، العدد الذي عدد أرقامه أكبر يكون هو الأكبر. ثانيا إذا تساوى عدد المنازل للعددين، ننظر إلى أعلى منزلة وهي منزلة الآلاف، وإذا تساوت الآلاف ننظر إلى المئات، وإذا تساوت المئات ننظر إلى العشرات، وإذا تساوت العشرات ننظر إلى الآحاد. هنا عندنا يأتينا العد التنازلي. العد التنازلي ما هو؟ نبدأ من الأكبر إلى الأصغر. إذن أيهما أكبر عدد؟ 8541، 8102. ثم نأتي إلى الأصغر، 7066، 5102، 3448. والآن نأتي إلى العد التصاعدي. العد التصاعدي، أحسنتم يا أبطال. نبدأ من الأصغر إلى الأكبر، عد تصاعدي، نصعد الدرج من الأسفل إلى الأعلى، 3503، 4259، 5046، 5164، 3448. هكذا نكون.